مكملين معكم مشاهدينا بمشوارنا الصباحي ببرنامج يوم بيوم، وهلا وصلنا لفقرة فيتامين. دائما عم بنشوف على السوشيال ميديا او حتى تحديدا على الفيسبوك والانستغرام بيطلع لنا عن الحلول السحريه والخلطات الكيميائيه او طبيعيه او بيدعوا انها طبيعيه للتنحيف، ودائما برضه بنلاقي بالتعليقات دعايات كثير انه اذا بدك تنحف 10 كيلو باسبوع او بظرف اسبوعين يا ريت تفوت معنا على الخاص. ولكن الشيء اللي احنا بنجهله وبنجهله كثير ناس انه هاي الحميات الغذائيه ممكن انها تكون سبب في تدمير اجسامنا بشكل كامل. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع حتكون معنا اخصائيه التغذيه الاء ابو شاويش لتحكي لنا اكثر عن هالموضوع. يا مرحبا فيك، يسعد صباحك. يا هلا، صباح النور. اهلا وسهلا فيك، شرفتينا اليوم. الله يسعدك. صباح الخير. يا اهلا، أهلا فيك. الموضوع اليوم دارج منتشر، مزبوط. ناس كثير عم تطلع علينا على السوشيال ميديا وغيره، مختصين وغير مختصين، و100 خط تحت غير مختصين، لانه فعلا في كثير ناس عم تحكي في مواضيع الحميات الغذائيه وموضوع تخفيف الوزن. طبعا موضوع استغلال تعطش الناس اللي بدها تنحف او تنصح بتوقع مزبوط. هو سيد الموقف، يعني دائما الحاجه بتوقع بتخليهم هم يصدقوا هاي الناس، والموضوع صار كوميرشال اكثر، يعني بالزبط. تجاري، انه انا بدي يعني اي شيء دارج واي شيء بهم الناس بس بدي اتطرق له عشان اموري التجاريه تتحسن. صحيح، بعدين للاسف حتى هم بيقنعوك، عندهم اسلوب اقناع. بالضبط. بحطوا لك مثلا فيدباكس من الناس انه هدول الناس جربوا هاي الخلطات، او مثلا بورجوك صوره قبل وبعد، هم متعاونين مع بعض. بالضبط. فالناس بصيروا خلص شايفين انه هاي النتيجه، فبدهم يروحوا للحل الاسهل. ولكن هل هو يعتبر فعلا هذا الحل الاسهل؟ هلا هو شو سلبياته؟ مو حل اسهل ولا شيء، هو كمان غير صحي، لانه بيعتمد على اني انا حنقص السوائل وحعمل ان انا نقص البروتينات في الجسم، حيصير في اضمحلال للعضلات، وبالمقابل الدهون هتكون موجوده، يعني هتكون ريزست موجوده، انها اصلا صعب تنزل بهاي السهوله. لازم تقريبا انا يعني كل اسبوع 1 كيلوغرام من الدهون تقريبا، هذا اذا انا ماشي على الحميه تمام. لكن هاي يعني السرعه في خساره الوزن بتكون سببها انه انا شيء ثاني نقص في جسمي وغلط. طيب تفضلي. هلأ كمان المكملات الغذائية اللي بنحكي عنها ممكن تكون عبارة عن خلاصات الكافيين ومواد غلط ممكن تفوت في جسمنا تزيد من الاسترس فاكتور عنا، فممكن احنا يصير عنا زيادة لتعرضنا للأمراض والالتهابات، وهي كلها هتأثر. يعني أنا هذا بصراحة بدي أحكي فيه، اللي هو فعلا ما يسمى بالحل السحري. صح. وزي ما حكيت الناس اللي بدها تنحف عرضة لهذا الموضوع. صح. في ناس كتير اليوم بتروج لمواد كيميائية، لعقاقير بمعظم الحالات أو بكتير حالات مش ماخذ ترخيص صحيح. صح. شو بنحكي لهدول الناس، وكيف أنا إذا فعلا بدي أخذ هذا الإشي مثلا، شو بتنصحيهم؟ متى ممكن أخذه أنا مطمن مثلا؟ هلا أنا ما بنصح إنه يتاخذ أبدا، لأنه أنا ممكن هاي المواد أنا ما بعرف هي من شو، يعني حتى لو كانت مصرحة ممكن تأذيني على المدى البعيد، يعني ممكن تكون أنا تفوت جسمي ما تعمل لي مشاكل صحية، تكون كسلامة تغذوية منيحة، لكن أنا فعليا ممكن أنضر على المدى البعيد وتأذيني. هلا كمان المكملات هاي الغذائية بنحكي عنها، تخسيس تكون من خلاصات خل التفاح، وهي اللي نسمع عنها، وقشور البرتقال. صحيح. في ممكن منها فعليا تكون من خلاصات طبيعية، ممكن عادي أنا أتطرق لها، بس أنا أكون عامل حمية، مش أنه أنا والله بدي أسهل على حال الأمور وتكون أموري. بس ما هو دائما هذا الموضوع الناس بتروح له. صح. اللي هو ما عنده إرادة، وهذا أنا بحب نحكي فيه. صح. إنه ما عندي إرادة أعمل حمية غذائية، ما عندي إرادة أروح على جيم مثلاً أعمل تمارين رياضية، بسهل على حالي، بس كتير بالمقابل هو مضر. صح. لأنه زي ما تفضلتي ممكن ننزل بالوزن بس الدهون مثلاً موجودة. صح. هلأ الإرادة هي كل إشي، يعني أنا إذا ما كان عندي إرادة ما حتزبط معي أي إشي، وهي كلها هتكون حلول يعني سريعة وحاجة على وضع الطبيعي. طيب في حال إجاكي شخص بده ينصح أو بده ينحف، شو الإجراءات اللي لازم يمشي فيها لحد ما يوصل للإشي اللي هو بده إياه أو للوزن المثالي؟ هل أنا حتى يكون عندي حمية مناسبة لشخص مثلا بده يخسر وزن، لازم أنا يكون عندي احتياجاتي الغذائية أغطيها كاملة من بروتينات وكربوهيدرات وفيتامينات ومعادن وسوائل، كلها هاي أغطيها مع مجموع السعرات الحرارية اللي أنا بدي إياها تكون مغطية كامل، عشان ما تعمل لي تعب وإعياء على المدى البعيد وتأذيني بدل ما تفيدني. يعني أنا بدي إياها تكون لايف ستايل،
تمام. بعد ما أنا أنتبه لهذه الأولويات وكمان الحالة الصحية، لأنه ممكن يكون في مشاكل ضغط وسكري، أحطها بعين الاعتبار. ساعتها أنا بقلل 500 كيلو كالوري من البي أم آر اللي عندي اللي يكون ضاربه بالأكتيفيتي فاكتور، النشاط البدني تبعي. هون أنا بصير أضعف بشكل طبيعي وصحي وبشكل بطيء، صح؟ بس أنا إيش، زي ما أنا نصحت ببطء بدي أضعف ببطء يعني وأتحمل بالضبط يعني الشغل الصح بالدوقت بالضبط. بس تفضلت بنقطة جدا مهمة كتير دارج، إنه إذا أنا بدي أنحف ألغي مادة معينة غذائية من حياتي. يعني كتير منشوف إنه ركز مثلا على البروتينات وابعد عن الكربوهيدرات، صح؟ هذا الإشي بتوقع بعمل مش منيح للصحه وبعمل عناد بنزول الوزن. هلا الفكره انه انا الكربوهيدرات بدي اياها، يعني مثلا المصادر الغذائيه عندي اللي هي زي الخبز والنشويات فيها كمان فيتامينات، فيها بي كومبلكس. انا بتلزمني الجلوكوز، بلزمني في جسمي لانه الدماغ يعني بيحتاجه في التفكير والتركيز وهي الامور. هلا انا اذا شلته بشكل عام حيكون الجسم طول الوقت تعبان، وانا بلزمني ان انا اكون يعني مصحصحه وهي الامور. اكيد. هلا البروتين اذا زاد في الجسم، كوني انا بدي اقلل الكربوهيدرات فحزيد بروتين، حيصير في لود على الكلى وحيصير في ضغط عليها، كمان الدم حيصير الأحماض الأمينية فيه بشكل كبير. ممكن أنا كمان حزيد فيها الدهون، ما أنا لما أزيد بروتين بزيد الدهون والفاتي أسد والترايغليسرايد وهي الأمور، فأنا حيزيد الكيتون بدي، والكيتون بدي بتزيد من حموضة الدم اللي بتخلي الدم يعني يكون له يعني وسط أكبر لاستقبال البكتيريا والالتهابات. فأنا ما بديش أوصل لهذا الشيء، بدي جسمي يكون صحي. طيب يعني هلا كشخص بده ينزل وزنه أو بده يرفع وزنه، ما بزبط إنه يقرر من حاله بالزبط شو الحمية الغذائية المناسبة، بالزبط لازم يراجعوا المختصين. طيب في بعض الأحيان بيكون دور الاختصاص للأسف إنها تجارية بحتة، ومش كل الناس عندها القدرة المادية إنها تروح تراجع أو تعمل التشيك أب الكامل، صح؟ أو صح حتى إنها تمشي على النظام الغذائي والوجبات اللي بيبعتوها وكل هالأمور هاي. طيب فهل في بديل لهذا الموضوع؟ طبعا في بديل، ولازم يكون في ثقة بين اللي عم بيقول له إنه هذا الصح، إنه ابعد عن أي حمية زي حمية الكيتون وحمية البيض وهاي الأمور والصيام المتقطع. والصيام هلا ممكن الصيام المتقطع يكون له فوائد معينة لناس ممكن تتبع أسلوب حياة معين في العمل، ما بتقدرش ثلاث وجبات تغطيها، أربع وجبات، وجبتين وفي سناك، أنا ممكن هنا أكون منيحة، بس باقي فعليا الحميات كلها كوميرشال وغلط. فلازم يكون في ثقة في يعني الحمية اللي تكون متوازنة وفيها يعني متنوعة، فيها كل الأمور اللي أنا بحتاجها. جميل. بس كان بالزبط سؤال فرح، الناس اللي مش قادرة ماليا تلجأ لأخصائي تغذية، في بدائل حلو، أنا حابين نسمع هاي البدائل، شو هي البدائل؟ هلأ بدل ما إنه مثلا في الكانولا وهاي الأمور وزيت الكانولا، في زيت الزيتون هلأ صحي كمان أموره تمام. الفواكه مثلا متوفرة، هلأ الفواكه مثلا بقعد يقول مثلا في عضوي وفي مثلا مش معالج وفي مبيدات حشريه وهيك. فهلا انا شو لازم اعمله؟ احط هاي الفواكه والخضار بمي معها البيكربونات الصوديوم لمده مثلا 15 دقيقه، هي هيك حتتخلص تقريبا من المبيدات الحشريه، ممكن البريزرفاتيف المحطوطه فيها كله بيروح، كله بيروح تقريبا. يعني انا هيك بصير بحصل على شيء تقريبا صحي يعني للناس اللي ممكن انها ما تامن هاي الامور. هلا الرز والخبز وهي الامور كلها منيحه، بس اذا انا اخذت اللي هي كامل القمح مش الخبز الابيض وهيك، امكاننا برضه انه قدر الامكان نستوعب الموضوع. وبرضه لما نحكي رز منيح خبز منيح حتى لو بقمح، كله بكميات معقوله، اهم شيء الكميات بده يكون يعني. طيب لو سالتك الشخص اللي بده يجي عندكم عشان اليوم نفرق بين المختص وبين الشخص اللي بس طالع يحكي من دون معرفة أو عن تجربة، إيش بتعملوا له؟ يعني كيف بختار له الحمية اللي بتناسبه؟ أول شيء بختار الحمية اللي بتناسبه بعد فحوصات، بعد فحوصات للكومبوننت عنده قد ايه الدهون، قد ايه البروتينات والسوائل في جسمه، فحوصات الدم عشان أتأكد إنه ما عنده مثلا ممكن تكون مشاكل صحية. جميل. ممكن ما تكون عنده مشاكل صحية مثلاً زي الغدة الدرقية، الهايبوثيرويديزم، الكوشينج، ممكن تكيس المبايض، كلها لازم أنا أحط بعين الاعتبار إن أنا فحصته وأموره تمام وعرفت شو الكومبوننت عنده. بالنهاية أنا حمشي على إجراء البي أم آر مثلاً، وكمان الأكتيفيتي فاكتور عنده، لأنه إذا كان حركي أو رياضي حتكون السعرات الحرارية اللي حصرفها أكثر طبعاً من الشخص الطبيعي. طب بس طبعاً في حال إنه هاي الحمية الغذائية مثلاً أعطتيني إياها أنا شخصياً، فمو شرط إنها تتناسب مع أحمد. بالضبط. يعني ممكن أنا أستفيد عليها ولكن أحمد مثلاً ما يستفيد عليها. بالضبط. شو السبب هون؟ السبب
طبعا ذكر وانثى بيختلف في الموضوع. طبعا الرجال بيصرفوا كميه طاقه اكبر. الحاله الصحيه ممكن كمان هي تحكم زي ما قلنا قبل، لانه في عده امور بتقلل من عمليه الحرق. وكمان ممكن الالتزام، ممكن فعليا احنا نقول التزم وهيك، بس فعليا ما كان ملتزم. اللي هو الالتزام قدام الناس، بس من بينه وبين حاله فيش التزام. صح، فانا ما بقدرش احكم الا بناء على زي ما قلنا الحاله الصحيه، كل هاي الامور. طب حلو انك فصلتي. دائما الجواب على هذا السؤال بقول لك طبيعه اجسام، فمنيح يعني فعلا الجسم لجسم بيختلف. بالضبط. في موضوع كثير بيصادفون الناس واحنا جميعا، موضوع عناء معانده الوزن. في ناس بتمشي مع اخصائي تغذيه وحميه غذائيه، بس بقول لك ما بنزل بسرعه. وين السبب؟ زي ما قلنا ما بينزل بسرعة كونه عنده عملية الحرق قليلة. ممكن لأنه يكون قبل ماخذ حميات غلط مشته على أنه يجوع جسمه، فلما جاع الجسم صارت عملية الحرق عنده قليلة كتير. كونه بده يعمل عملية تعايش، بده يعيش بطريقة مثلا تقدر تكفي حاجاته، فصار مع الوقت عملية الحرق عنده قليلة. هاي أول شيء. وتاني شيء ممكن تكون الحالة الصحية زي ما قلنا، فهذا الإشي اللي منع أنه أنا يكون عندي حرق ونقصان الوزن بطريقة سهلة. ممكن كمان الحركة البدنية قليلة. لازم أنا أتبع اللي هي التمارين الأيروبيك اللي بتحرق الدهون تقريبا على الأقل ثلث ساعة يوميا، تمام، عشان انا اموري تكون منيحه. ممتاز. طب احنا شاكرين اكيد للمعلومات كلها اللي قدمتي لنا اياها. الله يسعدك. حابين ختاما تحكي لنا عن ابرز الاشياء الخاطئه او الاشاعات اللي احنا دائما بنركض وراها بالحميات الغذائيه، وتقدمي لنا هيك نصيحه. هلا انا كنت حابه احكي بخصوص المكملات الغذائيه اللي هي الفيتامينات الكومبلكس اللي بيجي مع معادن وهيك. هلا صار جديد انهم يتبعوها وتكون موجوده كثير بالصيدليات. صح. الفكرة إنها هاي فكرة كندية وأمريكية عملوها، إنه بحيث إنه الجسم يضل صحي ويعني ماخذ كل احتياجاته من الـ يعني الطاقة وهيك. لكن فعليا أنا الامتصاص بيكون عندي قليل. لما يكون في تنافس ما بين الفيتامينات والمعادن، أكتر إشي أنا ممكن أمتصه اللي هو الفيتامين أو المعدن الأسهل امتصاص. ممكن أنا يكون عندي نقص حديد وأخذت كومبلكس فيه كالسيوم، فيه فيتامينات، فيه الحديد. هلأ شو حي الجسم حيمتص؟ حيمتص الكالسيوم. ممكن أنا ما عندي مشاكل في الكالسيوم، عندي في الحديد، فأنا أخذت الكالسيوم أكثر ونقصت الأوردي أنا عندي ناقص أنا بدي أحتاجه. فأنا كنت بفكرة أنه مثلا هيك أنا أموري حتتحسن بجميع الفيتامينات والمعادن، جسمي حيستفيد منهم كله. اللي بيصير أنه لا، فهو لازم أن نعمل فحص. واحد لازم أعمل على كل الأمور. بالضبط. لازم فحص وباستشارة الطبيب وفحص دم عشان اتاكد انا شو النقص عندي، شو الاشي العالي، عشان ما اخذ اشي ويعمل لي سميه في الدم ومشاكل بغنى عنها. بتوقع كمان هاي المواد زيادتها بتخلينا نهمش او نبعد انه ناخذ من مصادر طبيعيه. بالضبط. فبصير انا اكسل ان انا اخذ خضار او فواكه، بقول ما هو انا عندي الحبه بتغنيني وما فيش داعي، ممكن اخذ الاكل الجاهز والهاي، اقول خلص ما انا هيني بعمل اشي صحي. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. شكرا كثير لتواجدك اليوم معنا، شرفتينا، وشكرا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا لك. الله يسعدك.